هنتكلم على حاجة مهمة جدا اللي هي مثلث الحريق. عشان يحصل حريق لازم يكون في تلات عناصر رئيسية متوفرة. ايه هما التلات عناصر الرئيسية دول؟ التلات عناصر الرئيسية دول بيسموهم مثلث الحريق. اول حاجة الهواء، والممثل هنا في الايه؟ في الاكسجين. من غير اكسجين مفيش حريق. لذلك في انظمة اطفاء بالغاز. نظام الاطفاء بالغاز ده بيشتغل على حاجتين. ان احنا عارفين طبعا كلنا درسنا كلنا في الكلية ان الهواء ده عبارة عن نسب، اكسجين ونيتروجين وكذا وكذا وكذا. طيب انا النهاردة لما بعلي نسبة في الهواء من غاز معين، بالتالي النسبة بتاعت الاكسجين بتقل، ولما نسبة الاكسجين تقل بالتالي الحريق، انا كده تغلبت على الحريق. معنى كده المثلث اللي قدامي ده اي ضلع من دول انا كسرته، بالتالي انا كده تغلبت على الحريق وقدرت ان انا اطفي الحريق. تمام. طيب ايه النسبة؟ بيقول لك not less than 16%، يعني اكسجين without sufficient oxygen not less than 16%، يعني اقل من 16% كده مفيش حريق. تمام. a fire cannot begin، مفيش حريق. طيب تاني حاجة الفيول. الفيول هنا بقى مش مقصود بيه البنزين ولا مقصود بيه الوقود، كل ده فيول. الملابس فيول، البلاستيك فيول، الخشب فيول، اي حاجه قابله للاحتراق فهي معناها هنا ايه؟ فيول. تمام. فانا هنا الوقود الفلامبل ماتيريال، المواد القابله للاشتعال، من غير فيول فبالتالي مفيش حريق. تمام. طيب تالت حاجه الهيت، الحراره، وهنا المقصود بيها درجة الحرارة اللي بتساعد على الاشتعال، rise the material to its ignition. تمام؟ درجة الحرارة اللي بتساعد على الاشتعال. ولذلك في عندنا نظام اطفاء بالايه؟ بالماء. هو نظام الاطفاء بالماء بيشتغل ازاي؟ بيشتغل عن طريق ان هو بيعمل خفض لدرجة الحرارة. لما بيعمل خفض لدرجة الحرارة بالتالي بيقلل درجة الحرارة عن نسبة الاشعال، فبالتالي الحريق بيطفي. تمام؟ فعرفنا احنا هنا دلوقتي ان في عندي حاجة اسمها مثلث حريق، التلات اضلاع دول كسرت منهم ضلع، فبالتالي انا كده دلوقتي تغلبت على الحريق. تمام؟